لحديث حول الواقع الصحي في العراق انضم الينا عبر الهاتف من بغداد الدكتور ابراهيم سليمان. اهلا بكم دكتور الى هذه الجوله الاخباريه. منظمه الصحه العالميه رصدت اعتداءات متكرره على الكوادر الطبيه في العراق، من يقف خلف هذه الاعتداءات؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناه الرافدين، تحياتي لكم. حياك الله. اولا ببدء القطاع الصحي في العراق شهد هبوطا كثيرا من بعد الحصار الظالم من 91 ل 2003، وزاد سوءا بعد احتلال العراق من قبل دول العدوان الغادر وتسلط ناس ليس لهم اي علاقه بالصحه، بدليل دكتورة عديلة وغير عديلة. فالصحة أخذت منحة مهول نحو الهاوية. أنا طبيب عراقي أخصائي جراحة بولية من خريج 78 إلى الآن، دا أشوف الصحة سيئة، الخدمات الصحية سيئة جدا، وتتحكم به رؤوس ما لها علاقة بالصحة. نشاهد مثلا وزراء صحة ما لهم علاقة بالصحة، ونشاهد مدراء عامين وحتى مدراء مستشفيات. نعم. بهذا بالحديث عن المسؤولين والذين يتحكمون بالواقع الصحي في العراق، هناك اعتداءات تتم على الكوادر الطبية، هذه الاعتداءات ربما هناك من يقف خلفها، من يقف خلف هذه الاعتداءات برأيك؟ أخي الآن السلاح مباع في الشارع العراقي، الاغتيالات تهمت عليه والاعتداءات، شوف أي ردها الطوارئ في مستشفيات العراق كلها بدون استثناء، استلمها من مستشفى اليرموك إلى مستشفيات أبو غريب إلى 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 إلى، يعني حتى الطبيب ما يقدر، إذا مريض ميت ما يقدر يكون هم ميت، لأن الناس تجي تفوت بالسلاح إلى صالة الطوارئ. من هؤلاء الذين يدخلون بالسلاح؟ من هؤلاء الذين يدخلون بالسلاح إلى المشافي دكتور؟ الميليشيات اللي تحميها الأحزاب، أحزاب السلطة، أحزاب الحاكمة. نعم. يعني كل واحد، يعني الإنسان العراقي البسيط بالعكس اكو تجاوب هذا، بس الناس اللي تجي للجسم يجون اجريسيف، يعني متهور بس يريد يضرب مجاهد يشحن الواقع. نعم دكتور ابراهيم، امام هذا الواقع الذي تعيشونه من دخول هؤلاء المسلحين الى المشافي وايضا الاعتداءات، هل هناك قانون يقوم بحمايه او يعني يحمي الكوادر الطبيه من اي اعتداء من قبل مسلحين او ربما يعني جهات تتبع الى أحزاب أو إلى الدولة؟ حبيبي الأحزاب أحزاب الدولة. الآن هسه الأطباء يعتدى عليه، هسه احنا مرات ننشر على الفيسبوك وكذا مجموعة من الأطباء ينضرب على عينه، لكن هذا قبل أسبوع طبيب انكسرت إيده في مستشفى اليرموك، يعني من مرافق المريض. هذا لا تتصور واحد يجي يعتدي على طبيب إذا ما يكون محمي. وبالاخير هم تجيبون دولة بوس راسك كذا يهددوا للطبيب، طبيبه قام دعوه عندنا في مستشفى اليرموك، قام دعوه على ذوي يعني المعتدين، هددوه اذا ما تسحب الدعوه راح تقتل، اضطر ان يسحب الدعوه. احنا نعيش في غابه حبيبي، في غابه. اذا لا يوجد اي قانون، لا يوجد اي قانون يحمي الكوادر الطبيه، وايضا القضاء بتهديد من الممكن ان تلغى الدعوه ولا يكون هناك من يحاسب. بالحديث عن ميزانيات ترصد، ميزانيات ربما وصفت بالكبيرة للواقع الصحي في العراق، هل هذه الميزانيات فعلا تصرف على الواقع الصحي في العراق أم أن الميزانيات هي مجرد أرقام على ورق؟ حبيبي أرقام على ورق، بدليل وزير صحة هذا شوية مهني الرجل، أجا شوية مهني فهمت عليه، بس تحكم أحزاب. قال 75% من الأدوية الموجودة بالشارع العراقي غير مفحوصة وغير صح سليمة، هو بعظمة لسانه. يعني أنا من يجي واحد يقول لي هسه شوف بغداد كلها مستشفى الطفل المركزي واحدة، كل أطفال العراق بغداد كلها وين تذب؟ على مستشفى الأسكان اللي هي مستشفى الطفل المركزي. تدري أنت مستشفى اليرموك
كانت مستشفى ما نقاها يعني قبل مستشفى التويته اللي يجون جماعه التدرن وما تدرون يجيبوها لها، وصارت تلزيق يوميا قسم فتح قسم وكله من هذا الصندويش بنوا. هذه تتذكرون الحروق والدنيا واللي صارت هذه مالت الاطفال والحاضنات اللي اتمروا حرقوا فيها الاطفال. اخي كلك كذب، كل اسمه تخصيص مالي للصحه، الصحه صفر. تعال جاي يعني الله اكبر مستشفيات الاطباء يتعرضوا للخطر. ليش؟ لان ادويه ما موجوده، ادويه ما موجوده، يريد يعالج كلمه هذا ما موجوده. نعم الدكتور ابراهيم سليمان كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.